وايضا ينضم لنا عبر الهاتف الان زي ما كنت لسه اشيد بيه مره اخرى الكابتن الكبير كابتن علاء عبد العال اللي عمل مباراه محترمه جدا. قبل ما نلوم النادي الاهلي على ادائه النهارده بالتاكيد نشيد بالداخليه على اداء الفريق النهارده وبالتاكيد نشيد بالكابتن الكبير كابتن علاء عبد العال المدير الفني للفريق. كابتن علاء مساء الخير وبهنيك على التعادل اليوم امام النادي الاهلي، تعادل صعب جدا وعسير جدا ب10 لاعبين. اهلا بيك كابتن كريم، اهلا بيك والله يبارك فيك والحمد لله فضل كبير من عند ربنا. المباراه النهارده اتصعبت جدا، يعني الداخليه كان انا كنت لسه قبل ما حضرتك تدخل قلت الداخليه كان عامل شوط اول جيد جدا، الشوط الثاني مع تغييرات النادي الاهلي قدر يعمل ضغط شويه على الداخليه بعد الهدف وبعد الطرد، انا اتصور المفروض كانت كل حاجه يعني تفك من الفرقه، ورغم كده الفرقه وقفت على رجلها وكانت بتبادل الاهلي الهجمات كمان. الحمد لله، طبعا الموقف صعب من البدايه بتلعب النادي الاهلي وهو طبعا في موقف صعب في بطوله افريقيا، بالتالي اللعيبه نازله لعيبه النادي الاهلي ودي حذرت من اللعيبه من النادي الاهلي من الانديه اللي هي لما بيحصل انتكاسه او كبوه بيرجع اعنف واشرس، ودي حذرت من اللعيبه. يمكن عنده غيابات اصابات انما البدايل جيده جدا طبعا، يعني النهارده يعتبر بيلعب خط هجوم قوي جدا بالستاو وطاهر محمد طاهر وكهربا وحمدي فتحي ومروان عطيه يمكن الشوط الاول اشتغلنا بشكل جيد جدا، قفلنا كل خطوره النادي الاهلي مفاتيحهم، ما فيش هجمه او كره تثقل للنادي الاهلي خطر. الشوط الثاني بعد التغييرات لما عمل 3 تغييرات بنزول علي معلول واليو ديانج ومحمد شريف وبعديهم قفشه، يمكن بدا الاستحواذ يبقى للنادي الاهلي اكتر، صحيح بدات الفرص تبقى ليهم ايجابيه اكتر على المرمى، انما في نفس الوقت احنا اشتغلنا بتوازن وبصبر. يعني يمكن لو شفت المباراه كابتن كريم احنا قبل الهدف بتاع النادي الاهلي احنا رحنا بكورتين او 3 لو استغلناها بشكل كويس واللعيبه اتعاملت معاها بشكل كويس كنا ممكن نحقق هدف على الاقل. طبعا لما يجي فيك هدف في الدقيقه 75 وبعديها مفيش 3 4 دقايق يبقى في طرد اللعيب وبتلعب ناقص وانت مغلوب ومع النادي الاهلي الامور بتبقى صعبه، انما ربنا كرمني الحمد لله عملنا تغييرات داخل الملعب بعوده الان كامبادي سيرد باك، ويعني ما نزلتش سيرد باك من بره، لا عملت تغييرات جوه الملعب وخرجت كليتش اللي هو الديفندر برضو، يعني يعتبر لعبت بدون ديفندر خليت سمير فكره هو الديفندر ونزلت مهاجمين محمد رمضان لعيب كورته كويسه وكريستوفر مع رشيد مع عبد الرحمن دول قدرنا نشتغل بيهم وقدرنا الحمد لله نحقق التعادل وكنا ممكن نفوز بالمباراه بالكورتين الاخرتين بتاعت رشيد اللي صدها الشناوي والكره اللي بعديها على طول الكورنر اللي يعني كلنا استغربنا ان دي ما دخلتش هدف كره رشيد اللي جنب القائم، والحمد لله انتهت المباراه على خير وحصدنا نقطه مهمه جدا واهم من النقطه الاداء الجيد وجهد اللعيبه اللي اتعمل. بالمناسبه كابتن علاء بالمناسبه مع طرد احمد عبد الرسول انت كنت تتمنى الكوره تبقى فاول ولا كنت تتمناها ضربه جزاء؟ يعني تتمنى ضربه جزاء ولا طرد؟ ايهما يعني؟ لا ايوه طبعا الافضل انها كانت فاول، يعني رغم ان اتطرد مني لعيب لان ضربه جزاء بنسبه 90% بتبقى هدف. فلما تيجي منها هدف تاني وطرد منك لعيب لا ما هو لو كان ضربه جزاء مش هيبقى فيه طرد، فانت كنت تلعب ب 11 وانت خسران 2 ولا بس 2-0 2-0 هتبقى الامور صعبه، كانت تبقى صعبه اخر 10 دقائق و2-0 ومع النادي الاهلي كانت الامور ممكن تبقى صعبه وممكن اللعيبه بتاعت الداخليه تشعر ان المباراه انتهت خلاص. طيب انا اتفضل كابتن، كون ان النتيجه تبقى 1-0 لا يبقى لسه في امل، وده اللي كان حصل فعلا رغم الطرد ورغم صعوبه الموقف، انما ان احنا قدرنا نرجع للمباراه ده شيء يحسب للاعبين الحمد لله. عايز اسالك تحديدا على رشيد، لعيب يبدو كده من لمسته للكوره لعيب تقيل كبير، يعني مهاجم مش سهل، هل ورشيد ما بيشاركش كتير ولما كان مع مصر المقاصه ايضا ما كانش بيشارك كتير، هو لعيب ايه اللي ينقصه عشان يبقى موجود اساسي ويكسر الدنيا ويبقى متالق جدا؟ يعني ايه النواقص اللي عنده اللي ما بنخلوش نشوفه اساسي كتير؟ هل امور بدنيه؟ هل امور لها علاقه بامور خططيه؟ ليه اللاعب دوت اللي احنا شفنا النهارده ملامح عنده مميزه جدا ما بيشاركش دايما يا كابتن علاء؟ هو رشيد لعيب عنده حاسه تهديفيه عاليه جدا،
بيلعب دايما على المرمى الخصم. يمكن احرز هدفين لو تفتكر في بيراميدز المباراه اللي فاز فيها، احرزهم ولا اروع صح بشكل عالي، وكان الفريق منقوص برضو بالمناسبه يعني. انما صح. انما هو رشيد حظ وحش في الاصابات. هو دخل على الداخليه اللي انا عرفت ان هو دخل عليهم متاخر، ما حضرش فتره اعداد كامله من البدايه، فبالتالي بتنوله بعض الاصابات. يعني هو كان غايب عندنا المباراتين اللي فاتوا دول نتيجه الاصابه، اتصاب في مباراه طلائع الجيش، ما شاركش ماتش الاتحاد، النهارده شارك، فضلت ان انا ما ابداش بيه عشان استفيد بيه في وقت معين، وقد كان الحمد لله. فهو بس عشان ما كانش عمل فتره كامله، يمكن دي هي اللي ناقصه شويه، نحاول نستغلها في فتره توقف طويله. انما هو لعيب فعلا هداف، لعيب عنده حاسه دفاعيه عاليه جدا جوه ال 18، يعني اعتقد ان هو اضافه جيده جدا للفريق الداخليه. التليفون ده تقريبا عملته معاك السنه اللي فاتت، وهقوله لك دلوقتي برضو، انت مطمن الداخليه ممكن يكمل في الدوري السنه دي ولا لسه قلقان؟ لا، هو الموقف صعب، يعني لازم نقول ان الموقف صعب، وفي انديه كتير جدا في نفس موقف الداخليه. الدوري صعب والدوري قوي، انما لم نفقد الامل تماما. لا، احنا موجودين وهنلعب، وان شاء الله في مباراه هنحقق فيها المكسب، وانما هنظل نعاني لغايه نهايه الموسم نتيجه طبعا الفروق ما بين اللاعبين والمستويات الفرق الاخرى، واللي قدر يحصل نقاط بيبقى في موقف رياحيه اكتر، عكس فريق الداخليه موقفنا صعب بعدد النقاط اقل من فرق، انما هنجتهد وهنعمل اللي علينا، وان شاء الله انا واثق في قدرات اللعيبه، بنأدي بشكل كويس قوي يا كريم. مباراه الاتحاد اللي فاتت يعني باي حال من الاحوال المفروض ما نخسرهاش، احنا جه الهدف فينا في الدقيقه 5 من الوقت الضايع، ورغم ان احنا كنا اخطر ولينا فرص كثيره، انما قدر الله ما شاء فعل، ربنا عوضها لنا النهارده بتعادل مهم مع فريق كبير زي النادي الاهلي. كابتن علاء، انا بتمنى لك كل التوفيق، وبشكرك شكرا جزيلا، وبهنيك كمان على التعادل اليوم مع النادي الاهلي. كابتن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخليه.